تنظن دي مباراة اللي فريق راجب دون بيت الموسم تقدم مباريات اللي كبيرة وكبيرة بزاف. تنظن من أحسن الفروق السنة دي اللي لعبت الكرة، تنظن بلاتاك بلاس واللعب المعروف على الراجع. تنظن هذه البطولة غتكون من أسعد البطولات اللي في فريق راجب البيضاء، لأن الكرة اللي تبغو الجمهور، زيد بأن فريق 30 مباراة بدون هزيمة وتفوق 30 ماتش، باش ما يقولوش راه الراجع خسرات راجع في السعودية، تنظن على بطولة 30 مباراة بدون هزيمة. فتنظن بأن الراجع صعبت الأمور على الفرق الأخرى، يعني اللي بغى يحطم الرقم ديالها فصعيب. تنظن بأن اللاعبين كلهم كانوا نجوم، اللاعبين اللي شباب، لاعبين اللي عندهم خبره. تنظر بان زنيتي خصو يستالف هذا اللقب، لانه هو اللي عنده واحد الدور كبير، لانه باش يجمع المجموعه وتخلي اللاعبين بهذا الجروب هذا وبهذا المجموعه. فهاني اللاعبين تيستحقوا، حتى المدرب التغييرات اللي دار فكان واقعي، لان بزاف اللاعبين اللي عطاهم فرصه باش يدخلوا يفرحوا مع الاصدقاء ديالهم. فنظر بان مبروك على الجمهور الرجاء، مبروك على الرجاء البيضاوي، فهم البطوله تنظر بالكوره وبالاداء ونتيجه، فهاني لهم بهذا اللقب. وتنظر لا بقلق اتباعي عاقل على روما، وفاش كان في الرجاء حتى روما في البدايه ديال الموسم الناس ما كانوش يقين فيه، فتا زين باورت على الطريقه ديال روما، وتا هو بدايه ديال الموسم كان يصوب فريق تلعب في لاتاك بلاسي، كانت عنده ثقه، حتى الرئيس ديال الفريق والمكتب الموسمي خلاو فيه داروا تفيقه كبيره. ففي الاخير تنشوف بان الرجاء هضمات الطريقه ديال اللعب ديالو، هضمات الطريقه باش يخرج الكره بلاتاك بلاسي. فهنيئا للرجاء، هنيئا للمدرب، لانه تا هو داز واحد المرحله ديال الشك، ولكن المكتب الموسمي كان ورا الدار ديالو. فلا تفرجتي في الرجاء في هذا الموسم هذا، فاي واحد تيشجع واحد الفريق يقول بان الرجاء تتساهل البطوله، لان الكره ديالها كبيره. فهارد لك الجيش الملكي، مبروك للرجاء، لان اعطات واحد كما تنقول واحد الاداء اللي كان كبير، لان كنت تتفرج في الرجاء وتتمتع، لان الكره ديال اللي تيبغوا الجمهور ديالها. فهنيئا لهم وهنيئا للاعبين وهنيئا للجمهور والمكتب المسير، ونتمنى ان شاء الله بان هذه تكون البدايه، ووجدوا ان شاء الله الشامبيونز ليغ العام الجاي. الحمد لله ربحنا في هذه المقابله الشيقه، وكنا باغيين الانتصار الاكثر ان شاء الله، وكنتمنى جميع الفرق الوطنيه تكون ان شاء الله سند بحر الرجاء البيضاوي، باش يكونوا ديما جدين وديما يكونوا محبوبين. مبروك للجمهور الرجاوي، رقم قياسي، بطوله بدون 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 هزيمه. ان شاء الله العام الجاي يكون احسن، الشامبيونز ليغ ان شاء الله، باركور خيالي، صفر هزيمه، يعني رقم قياسي. كنشكرهم ونشكروا الطاقم التقني ديال الرجاء، وكنشكروا الجمهور، كنشكروا جميع المكونات ديال فريق الرجاء البيضاوي، جميع مكونات الرجاء البيضاوي. ان شاء الله الدوبلي، وان شاء الله العام الجاي الشامبيونز ليغ. الرجاء احسن فرقه في العالم، صاي سالين احسن فرقه في العالم. خلاصة القول، ديما رجاء والله يعلي الدرجه. الماتش هذا العام كان زوين، واخا ما كناش ناويين ان غتكون عندنا بطوله هذا العام مع ليفيكتيف جديد، كنا يلاه بادين، ولكن الحمد لله ملي جات مرحبا بها. ميساج ديال اللاعبين، بقاو في هذه القتاليه هذه حتى الفينال ان شاء الله ديال كاس العرش، ونديو علاش لا، وتكون ثنائيه عندنا هذا العام. وبرافو عليهم، وكنشكروا الطاقم التقني والمدرب، وديما رجاء. الله يفارس بنا، جبنا على ظهركم سميتو البطوله، وباقي كاس العرش ان شاء الله. قوال باقي ماتشات كاس العرش هو، وانتم الزهر موسم زهر ناضي والله يتناضي. بطوله ذهبيه، بطوله ذهبيه، اول فريق، اول فريق افريقي غيدي بطوله ذهبيه، اول فريق. ومن الرجاء حنا ديما الرجاء عالمي اخويا، الله عليهم، الله تبارك الله عليهم، الله يسهل عليهم. اش غادي يقول لكم؟ لساني يعجز عن الكلام بهذا التتويج العظيم والكبير، تتويج بدون هزيمه، كتربح في الماتش الاخير بثلاثه ديال الاصابات، ولعب مع فريق كيعاني انه غادي يطيح للدوزيام ديفيزيون، وتلعب هذه المقابله كبيره. كنشكروا من هذا المنبر جميع الجماهير الرجاويه اللي في المغرب وخارج المغرب، وكنشكروا زيمباور والطاقم التقني، وكنشكروا سعاده الرئيس والناس ديال المكتب المديري، وكنشكروا جميع اللاعبين على التتويج هذا. وهذا الا بدايه، ومازال التعلق ان شاء الله، وهذا العام اللي جاي ان شاء الله غنلعبوا العصبه، وغنديوا ان شاء الله اللي غتكون اللقب الرابع ديال العصبه. ومرحبا مرحبا، وحنا ديما رجاء، ديما رجاء. فرحنا اليوم ببطوله 13، ان شاء الله البطوله 14 ان شاء الله، وديما رجاء، ديما رجاء. نشكر بوزو يسري، الله يسهل عليها، ديما نسور افجيكو، نسور افجيكو. للتذكير ان هذا الوليد في 2010 زاد دينا بطوله، ودابا 2000 وشحال؟ 2024 دابا بطوله، سوا داير زاد الدري هذا بوحدو، عنده 14 سنه، عنده 7 ديال الالقاب. الحمد لله جابوا لنا البطوله، الله يرضي عليهم ومبروك ليهم يا ربي امين. مبروك 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 الرجاء البيضاوي، وديما رجاء. ايوا اش غنقول لك، رسالتي للاعبين تبارك الله عليهم،
لعبوا مزيان الحمد لله وكافحوا شويه، ولكن الحمد لله جابوا البطوله. اللهم لك الحمد، ديما خضره ديما رجاء، مبروك الرجاء. والحمد لله الحمد لله فزنا بهذه البطوله يعني اللي كانت صعيبه، واهم حاجه في هذا الشامبيونه هي اننا ما خسرناش. اول فريق هذا العام اللي ما تيخسرش في العالم كامل هو فريق الرجاء البيضاوي. يعني شامبيونه غتكون سبيسيال، غتبقى لينا في التاريخ الحمد لله. وربحنا بالاداء وربحنا بالجروب بالسبريت الجروب اللي كان عندنا الحمد لله. ونتمنوا نديو حتى كاس العرش ان شاء الله هذا العام هذا. والحمد لله شحال هذه ما شفناش بحال هاد الفرقه بحال هكا، يعني انسجام لا داخل ارضيه الملعب لا خارج ارضيه الملعب، كاين انسجام كبير ما بين اللعابه ما بين الستاف الحمد لله. والرساله واننا باقي خصنا نديو كاس العرش ان شاء الله ونديو جوج القاب هذا العام هذا. فالصراحه انتصار مستحق كيف ما شاف الجميع، الرجاء دومينات الماتش عرضوا طول كيف ما كنقولوا، تحكموا في مقابله صراحه نتيجه ايجابيه اللي غتفرحنا غتفرح المغرب كامل واللي خارج المغرب الرجاويين اللي في الغربه اللي كيتسناو النتيجه. والحمد لله على البطوله هذه اللي ما جات سهله صراحه، جينا حتى الاخر وتصدرنا مع كان خصم قوي، جينا حتى الاخر ودينا الصداره والحمد لله على الانتصار. فكنطلب الشكر لكاع اللاعبين اللي تقاتلوا كانوا رجال، والاداره التقنيه هي برافو عليهم. واخا المدرب ما تاقوش فيه في الاول، ولكن بانت اللمسه ديالو مؤخرا ولينا تنتحكموا في زمام مقابله. كنشوفوا داك اللاعب الرجاوي تيكي طاكا اللي معروف على الرجاء اللي كتفرحنا قبل النتيجه، والحمد لله على الانتصار هذا. وديما رجاء ديما خضره ديما خضره. كي جاك الماتش اليوم؟ جواع. ياك فرحتي بالبطوله؟ اه ديما ديما رجاء